فدي تبقى مش موجودة عندنا ايه هنا في مصر، يعني دي هتلاقي في ايه الدول الأوروبية أو دول ايه الخليج وكده. وخلي بالك في فرق ما بين الكهرباء المغناطيسية وفي فرق بين الكهرباء الراجع، عشان في ناس بتتلخبط بينها، يقول لك ده أنا اتلسعت في الكمبيوتر ده في كهرباء مغناطيسية. لا، الكهرباء اللي هي المغناطيسية اللي أنا بقول لك عايز تعرفها، أنت لما تيجي تقرب من شاشة تلفزيون بإيدك كده أو لابتوب أو شاشة كمبيوتر، تلاقي تحس ان شعر ايدك كده وقف او ايدك نملت، دي اسمها الكهرباء المغناطيسيه، غير الكهرباء بتاعت الراجع. يعني انت عندك جهاز وجيت مسكته واتكهربت وانت مثلا واقف حافي على الارض، ده اسمه كهرباء راجع، او جهاز بيرجع بيطلع كهرباء. طيب ادي بقى نحط كده كده، دي كده ما اشتغلتش معايا، سامعين الصفاره كده، دي الفردة دي أو الفردة كده شغالة. طيب نجرب الفردة التانية، كده الفردة التانية شغالة. طيب عرفت كده إن الوصلة دي كده إيه عندي أهي شغالة ومش بايظة، يبقى العيب كده في حاجة تانية. طيب نشوف برضك عندي وصلة دي باور بتاعت باور سبلاي اللي هو مشترك، بيبقى بيطلع كذا كام مخرج، فعايز برضك في ناحية مش شغالة أو في عايز أعرف إن في واحدة فيها عطل أو فيها حاجة. طب عايز أعرف إزاي؟ هنجيب برضك نشوف نقيسها، هناخد مثلا أول فردة هتبقى الصفرة ديت. كويس برضك كده اهي كده شغاله. طيب بفضل بقى اجرب ايه في الفرد ديت وبشوفها مع بعض لغايه ما بشوف ايه الفرده اللي مش شغاله فيهم. دي عندي وصلة صب، دي اللي هي بتركب في واحدة دي بتركب في الكمبيوتر، ودول بيخرجوا للسماعتين اللي هما الصب. دول برضك عايز أقيسهم وأشوف هتشتغل معايا ولا لأ. طيب بص خدها بقى قاعدة، أي وصلة من الوصلات اللي هي بتاعت زي ديت بتاعت الصب او بتاعت الكمبيوتر بتوصل الكمبيوتر او اي حاجه سماعات اللي هي بتاعت الهاند فري، دي اللي تحت دوت ده الارض. احنا هنلاقي هنا في لونين اسود اهو شايفين، هتلاقيها متقسمه لي هنا لثلاث حاجات، واحد اتنين تلاته. طب اللي تحت دي خدها كده قاعده ان ده دايما بيبقى الارضي، اللي تحت ده الارضي، اللي في النص دي ممكن تبقى السماعه اليمين، واللي فوق منها تبقى السماعة الشمال أو العكس الشمال واليمين. طب عايزين نقيسها برضك ونعرف إيه شغالة ولا مش شغالة، هنقيس كده الأرضي ونحط على أول واحدة هنا كده. بتطلع صوت صفارة بس ضعيفة، بيديني أرقام. برضك الناحية التانية شغالة، يبقى كده الأرضي شغال في الوصلتين. طيب عايزين نجرب بقى السماعة ونشوف إيه السماعة، نشوف أنهي واحدة شغالة. طبعا السماعة هيبقوا المسمارين دول، أي المسمار اللي في النص ده هو إيه الطرف التاني. بشكل كده زي ما قلت لكم في الاول ان انا جبت بطاريه احتياطي عشان احتمال البطاريه دي تطلع ضعيفه، لان انا لسه فاتحها قدامكم شكلها كده انها ضعيفه. طب دي كده يبقى شغالة، اللي هي السماعة اللي في النص دي شغالة. نجرب بقى في اللي فوق، برضه
انا شغاله بس برضك ما اعرفش ايه البطاريه مالها، شكل البطاريه بتاعته ضعيف. يبقى انا كده قدرت اعرف ان كده الوصله دي ما فيهاش عيب وان دي شغاله. طيب انا اقدر اقيس ايه بقى تاني؟ عندي اهو ده راديو اللي هو بطاريه، في بطاريه من جوه بركب له برضك حجاره، ده عايز اشوف فيه كان مش شغال، انا عايز اشوف العود بتاعه في ايه. عندي مثلا سماعات اهي بتاعته، نجرب نشوف ان يسمع السماعات بتاعته شغاله الاول ولا لا. احط طبعا من بعد الكبير انا مش ما ممكن انا ما ابصش للجهاز، انا اسمع بس ايه صوت الصفاره. احط هنا طرف هنا اهو الطرف الثاني، سمعته كده يبقى السماعه دي واصله وشغاله. طبعا احنا عارفين السماعه دي بتبقى عباره عن ملف وجواه سلك نحاس وملفوف، وبتمر بقى في الموجات بتبتدي تطلع ايه الصوت. هما دي مش هنتطرق لها دلوقتي، دي عايزه بقى دروس وحاجات، بقيه الحاجات دي طبعا دي عايزه دروس. انا بتكلم دلوقتي بالنسبه للهواه وعايزين نعرف ايه الافوميتر. هناخد بقى نخش على تاني مرحله اللي هي الفولت اللي هو الثابت، زي حجر زي دوت. طبعا هنا الحجر اهو زي ما انتم شايفين كده فيه موجب وفيه سالب اللي هو الارضي، دي عايزين نقيسها نشوفها قد ايه. طبعا انا عارف ان الحجر ده فولت ونص، فانا جبت على هي اقل حاجه 200 اشوف هيعمل معايا ايه. هنا جايب لي 1 فولت. طيب لو عليت شويه اخلي 2 فولت. دايما ما تيجي تقيس بالذات في الجهاز الافوميتر تقيس حاجه مثلا انا عارف مقاسها انها فولت ونص، دايما باخد الحاجه من الاعلى منها، الاوطى منها ممكن يجيب لي مقاس بس ما يطلعهولوش صح. فالفولت هنا انا عارفه فولت ونص بخليها على 2 فولت. خليتها كده على 2 فولت عشان هشوف يجيب لي المقياس بتاعها بالظبط. شفت انا جايب لي كام؟ 1637، يعني 1 فولت و600 من 10. طيب ده لو بقى يعرفني مثلا البطاريه دي شغاله، افرض انا عندي ريموت مش عارف العب من الريموت ولا من الحجاره، فبقيس الحجاره وبجيبها، وزي ما قلت لكم دي فولت ونص، فبجيب اعلى حاجه منها، الاعلى منها بشويه 2 فولت، فانا جبت 2 فولت اهي. طيب تعالوا نشوف حاجه تاني. انا عندي دي بطاريه بتاعت الراديو اللي انا قلت لكم عليه، عايز اشوفها برضك دي شغاله ولا مش شغاله. طبعا هنا بصوا ده يعمل لي في علامه موجب اهي، عارف هتشوفوها كده ولا لا، في علامه الموجب وفي علامه السالب. طيب ابتدي برضك اقيس اشوفها. طب الاول حاجه نعرف ان البطاريه دي مقاسها فيها فولت كام، طبعا مش مكتوب عليها. ولا مكتوب على الجهاز. احنا نجرب ونشوف نقيس كده. وانا جايب لي 3 فولت. بس انا جايب على 2 فولت، يبقى اعلي شويه واجرب واشوف، يبقى اجرب على 20 فولت. ادي اهو السالب وادي الموجب. هنا جاب لي كده البطاريه دي
عاملة 1 فولت و42، يعني معنى كده إن البطارية دي ضعيفة مش شغالة أو مش مشحونة. طبعا احنا عارفين إن في بطاريات بتتشحن وفي حاجات ممكن ما تتشحنش، زي حجر القلم زي دوت لو فضي ده ما بيتشحنش، فده اللي هو التيار الثابت. والبطارية زي دي ممكن تتشحن. حجر زي اللي ركبناه للجهاز ده ما بيتشحنش بترمي. فالحاجات اللي هي دي في حاجات بتتشحن وفي حاجات ما بتتشحنش. طيب احنا كده قسنا الفولت اللي هو الثابت. طبعا ممكن تقيس بطارية العربية دي من ضمن الفولت الثابت. كده احنا بقى خلصنا اللي هو التيار الثابت. نخش بقى على التيار المتغير، ودي بقى في نقطة عايز بقول لكم، اللي انا قلت لكم من ضمن التحذيرات اللي هقول لكم عليها، ما ينفعش اكون انا مثلا بقيس اوم او مقاومة واقف على الاوم، بقيس 20 اوم مثلا وبقيس مقاومة واقف عليه، واجي اقيس بتيار متردد. يعني فاهمين النقطة دي يا جماعة؟ خلي بالكم منها عشان التحذيرات دي مهمة جدا. ما ينفعش ابقى واقف بقيس مقاومة وبواقف مثلا على 20 اوم او اي اوم وبقيس مقاومة، وفجأة اجي اقيس كهرباء وما اخدتش بالي وجيت قست كهرباء. حاجة من الاتنين، يا البوردة دي بتاعت الجهاز هتتحرق يا اما ممكن ما ينفجر. يعني نتوقع اي حاجة من دي، وشوف في اجهزة كتير فرقعت بسبب ان اتقاس بيها غلط. يا جماعة خلي بالكم دي، قبل ما اقيس حاجة اخد كده 5 ثواني 10 ثواني ابص في الجهاز بتاعي قبل ما اقيس وافكر انا هبتدي هقيس ايه. هقيس مقاومة اديني واقف عليها، فولت ثابت، بطارية او حجر اقف عليه، تيار متغير كهرباء هقف عليها، اقيس بالامبير اقف عليه، هقيس جهاز كباستر برضك اقف عليه، بفكر قبل ما اعمل الحاجة. طيب انا كده هقيس كهرباء. عارفين احنا طبعا الكهرباء بتاعت البيت قلنا بتبتدي زي ما قلنا من 230 او 240 لغاية 240، وبتبقى ايه في الرينج ده، ممكن توصل 229 27 قلنا حسب المناطق. طيب انا عايز اقيس بقى، هبتدي اجيب هنا في الجهاز على كام؟ احنا قلنا 240، ما ينفعش اجيب على 200 لانه مش هيقيس، ممكن ما يجيبليش حاجة، لكن اخليها على 750 على اعلى حاجة اهو. يعني انا الجهاز عندي فيه قلنا 2 فولت و20 و200 و750. طب انا 240 مفيش بعد 200 حاجة، 750 يبقى اجيب على 750. طيب نجيب شوف كده، وبرضك تخلي بالك وانت بتقيس ما عملش زي ما انا كنت ماسك السلك وامسك الطرفين دول. مش هتلاقي نفسك، هتلاقيك شط وانت بتقيس. طبعا الكهرباء احنا عارفينها ملهاش موجب وسالب، فيعني دي ممكن احط اي طرفين في اي مكان. اتاكد ان انا واقف على 750، ابتدي اقيس. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عندي اهي الكهرباء اللي داخلالي هنا 236. طبعا في ممكن مناطق تانية ممكن تلاقيها 229، وفي مناطق ممكن تلاقيها 240. طيب الواحد يقول لي بقى ايه الفرق طب بين الجهاز والمفك بتاع الكهرباء اللي انا كنت شرحته قبل كده في الدرس اللي فات اللي هو تغيير المفتاح. المفك الكهرباء بيوريك ان في كهرباء بس، لكن الافوميتر بيوريك ان في كهرباء وقياسها قد كده. يعني في مثلا ناس بتشتكي مثلا من الشقق، في شقق بس بيقول لك الاجهزه عندي بتتحرق او بتبوظ، فبنقيس الكهرباء هنا. ممكن يكون الكهرباء بتوصل لها مثلا 220 او ممكن توصل 240 او بزياده حسب ما احنا، انها متغيره ملهاش حاجه ثابته. فابتدي اجيب جهاز منظم للشقه بتاعتي، فالافوميتر بيعرف لي التيار اللي بيخش للشقه قد ايه. يعني مثلا هون اسحب مكان تاني، اهو عندي 235، ما بين 230 235. طيب بالنسبه طبعا الجهاز لما تيجي تقيس بيه كهرباء او مقاومه او حاجه امبير،
واداك ما احسن يعني. خلينا في المقاومه، المقاومه مثلا انت عارف بيبقى فيها رقم بتاعها عليها شرط، وهتبان في الصوره قدامكم دلوقتي الشرط ديت بتعرف منها قيمه المقاومه. فانا عارف مثلا قيمه المقاومه انها طلعت مثلا 5 اوم، وجيت قستها لقيتها مثلا 4 و9 او 5 و1 5 و2، مش مشكله، لان الجهاز زي ما قلت لكم دوت جهاز يا دوبك بس بيوريني الحاجه. لان طبعا احنا في ناس بتقول لك هات اللي هو الجهاز اللي هو فولكو سونا دوت، طبعا جهاز غالي جدا ومعدي، احنا بالنسبه لناس هو وبنتعلم فيه، فمش هينفع اجيب جهاز ده يخش في الوفاه، يعني في حاجات بتوصل 5000 و10000، طبعا دي الشركات الكبيره بتجيبه عشان تاخد الدقه بتاعته بالظبط. فاحنا عشان هو فممكن تطلع معانا 5 و2 5 و1، فدي مش هتفرق كتير، فبس اديتني القرايه يعني خدها كده، زادت واحد او اتنين مش مشكله، زادت او بنقصان فده عادي. لكن لو لقيتها خمسه مثلا لقيتها سته، لا كده يبقى المقاومه فيها عيب، لانها زادت بالعشره، زادت اديتني 10، فلا يبقى كده فيها كده، او اديتني اربعه نقصت برضك بالعشره، يبقى اعرف العيب كده. لكن لو واحد او اتنين او في الرينج ده مفيش مشكله يا جماعه. ان شاء الله باذن الله في الدروس اللي جايه هنبتدي بقى نشرح حاجه اللي هي المقاومات، ولا كباستر ازاي ايه نقيسه، والديود هنقيسه برضك ازاي اللي هو 3 رجول اللي قلنا عليه، وبقيه الالكترونيات هنقيسها ان شاء الله. وطبعا دي عايزه دروس كتيره وهتبقى دوره باذن الله. وعشان تعرف بقى الجهاز بالتفاصيل والحاجات دي كلها بالتفاصيل، انت لو دخلت على المدونه هتلاقي فيها الشرح ده كله بالصور وبالكتابه. حبيت برضك ترجع للفيديو او تشوف الكتابه والصور هتلاقيها مشروحه في المدونه، وهتلاقي الرابط المدونه موجود اسفل الفيديو. وكده يا اخواني وصلنا لنهايه الفيديو، ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم اخوكم احمد العيسوي.